سموح على مستوى في الجامعة الآخرين ومدنا واحد خمسة ديال التدريب اللي واحد فترة ديال أسبوعين كل تدريب باش نواقبوا يعني المواضيع الحساسة اللي عندها علاقة مع التقنيات في الدماغ ديال هذا المستوى خصوصا عندنا أولوية كبيرة في 2015 هو أننا نحاولوا نواكبوا هاد المخططات التصاميم ديال التكوين لأن هي البداية ديال أي عمل ممكن ما كانش مخطط أنا غنقول اللي نتكلم عليه سابقا هاد المخططات ديال المرات الأولى كاين المواضيع المتعلقة بالموارد المالية يعني عليها نطلب أكثر هاد الصدد حنا بصدد يعني إعداد وتنفيذ واحد البرنامج جدا على المستوى الوطني ديال التكوين والأطر العالمية للمصالح المالية للمكاتب ستيل في جوج أسابيع وكيهم الأطر العاملة للمصالح المالية ويستفيدوا خصوصا الأطر اللي عاد تحقت الإدارة المالية في هذا المجال هو أننا كنحاولوا ما أمكن باش يكونوا عندنا باش في أسباب التكوين في النقطة المهمة هو أننا باش نولوا البدايات أي السقوط الإدارة العمومية تسير الأشغال كذلك عندنا واحد الشراكة مع واحد المؤسسة الأندية الآن اللي ولات كتحتلها الجماعات الترابية الجهات العامة المتعاقدين والجماعات وكذا كاين عندها واحد الأهمية كبيرة التدبير ديال الجماعات الترابية الآن حاليا كما قال سي محمد قبيلة ولا كيطلب يعني تدبير عصري ومهارات وبالتالي لا لما كانت كما كنقولوا الاغتلال التكوين الاهم الاساسيه للتدبير ولي الاغتلال ولكن الامر اصبح خدمه جيده